نأتي لأبيات قالها امرؤ القيس، وسنقف مع بيتين فقط قالهما عندما أراد أن يعزم إلى الذهاب إلى قيصر يستنصره على بني أسد حتى يعيد لنفسه ملك أبيه. خرج معه صاحب له يقال له عمرو بن قمئة، فخرج سويا يطلبان الإعانة من قيصر. الإنسان في هذه الحياة الدنيا إذا اتضحت له الغاية وتبين له المراد فليس له إلا أن يسعى فيه، والتوفيق بيد الله جل وعلا، لكن الخوف والتردد والوهن ليس مما يجمل بأحوال الرجال. فامرؤ القيس لما مضى ومعه صاحبه عمرو، فلما بلغ الثقور بين جزيرة العرب والشام بلغ الحدود الفواصل، أي تبين لعمرٍ أنه قد أصبح غير بعيد عن ديار قيصر، خاف أن يموت في بلاد الغربة لا يموت ما بين أهله وقرابته وذويه، والإنسان يحب أن يموت بين أعين وأظهر من يعرفهم ويعرفونه، ولا ريب أن هذا أليق وأكمل وأطيب للنفس. لكن عمرا خاف من الموت في بلاد الغربة. أدرك امرؤ القيس أن صاحبه يخاف من الموت في ديار الغربة، فأراد أن يثبت جنانه فقال له بيتي شعر هما ما نبدأ بهما حديثنا اليوم حول قافية الراء. قال امرؤ القيس لصاحبه عمرو بن قمية: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. نأتي لشرح البيتين ثم نأتي لما فيهما من عظيم المعاني. يقول امرؤ القيس يصور حال صاحبه: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، الدرب هنا بمعنى الحدود بمعنى الثغور، وأيقن أن لاحقان بقيصر، أي أصبحنا غير بعيد عن ديار قيصر وأننا سنزدرف إليه وسندنو منه، أي أننا سنصبح عما قليل في ديار غربة، نترك الأرض التي ألفناها. فلذلك قال: وأيقن أن لاحقان بقيصر، فيقين الصاحب بأنه سيصير إلى ديار قيصر جعله يبكي. ماذا قال امرؤ القيس لصاحبه؟ قال له: لا تبكي، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما منعه أن يبكي، ثم علل وبين مقصوده ومراده: نحاول ملكا أو نموت فنعذر، أي أن الناس لن يتركوني وشأني إذا تخليت عن ملك أبي ولم أطلبه، لكنني أمضي إلى طلب ذلك الملك وأستعين بقيصر على أن أسترده، فإن وفقت فبها ونعمت، وإن لم أوفق فإني معذور، فقد سرت في الطريق وحاولت بالمراد لكن الله عز وجل قضى غير الذي أريد. يقول بعض فضلاء أهل الأدب في زماننا إن العلامة الألباني رحمه الله المحدث المشهور كان كثيرا ما يستشهد بمثل هذين البيتين، ويقول: قل كلمتك وامضي. الإنسان ليس مطالبا بأن يقنع الجميع بعلو كعبه وقدرته العلمية أو بآرائه، لكن إذا كان على حق فليصبر، فسيأتي زمان يتحدث الناس عنه، وإن كان ميتا وقتها ميتا، وإن كان حينها ميتا في قبره في حياة البرزخ. كم خلد التاريخ أقوال علماء لم يروا شيئا من ذلك الذكر الذي كانوا يرومونه، سيبويه في عالم النحو، وابن تيمية في عالم الفقه والعقائد، والإمام البخاري في عالم الحديث، فهؤلاء أقطاب أعلام لا يماري أحد في علو كعبهم في العلم ورفعة شأنهم فيه، ولكن مع ذلك هؤلاء جميعا ماتوا ولم يشهدوا إلا القليل القليل من ثناء الناس عليهم، بل لم يشهدوا شيئا مما كيف الناس بعدهم قد التفوا حول علمهم. إلى اليوم كتاب سيبويه يسمى قرآن النحو، مع أن سيبويه مات مغموما في عز شبابه، والإمام البخاري رحمه الله ترك كتابه العظيم الجامع الصحيح وهو أعظم كتب الدنيا اليوم في الحديث، ومع ذلك مات وحيدا بعد أن خرج من سمرقند ليس معه إلا 3 نفر يقلون أو يكثرون ليلة عيد الفطر، فمات وحيدا في الطريق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وابن تيمية، كم يرى الناس اليوم من اعتناء أهل العلم بأقواله وفتاويه وقد مات في سجنه. فهذا ما أراد امرؤ القيس أن يقوله،
فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. إن العاقل يسير في طريقه، لكن امرأ القيس شاعر جاهلي، لا نطالبه بأكثر من ذلك. أما نحن فنعرف الله ونرجو من الله عز وجل التوفيق، فالمؤمن منا والفرد منا معشر المسلمين يأخذ بالأسباب، يتوكل على الملك الغلاب، يؤمن بالله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن ولن يكون، فيستعين بربه: إياك نعبد وإياك نستعين، ويتوكل عليه ويسأله التوفيق ويلح على ربه في الدعاء. كل ذلك من وجه، لا يمنع من وجه آخر أن يأخذ الإنسان بالأسباب، فيعرف متى يقدم، متى يحجم، متى يكر، متى يفر. وهذه طرائق يعطيها الله عز وجل ويهبها لمن يشاء من عباده.